الآن الانتهاء من تجهيز دواء أخضر أو دواء شطف للبلاط. هذه المادة توضع عليها اللون الأخضر أيضا، لون أيضا رائحة عطر أو زيت الصنوبر، وهو عادة متوارثة ومعروفة دوليا عالميا أسريا قبائليا. يعني هذه الرائحة المتعارف عليها والمتداول بين الناس بشكل عام. نسأل الله الهداية، نسأل الله الرزق، نسأل الله التيسير، نسأل الله التوفيق والسداد. إلى هنا تحياتنا إليكم.